ايه هو الاسيد بيز بالانس واهميته ايه؟ احنا عندنا اصلا في حاجه اسمها بي اتش. البي اتش دي معدله في جسمنا بطريقه معينه. معدله ازاي؟ يعني هي في الاتجاه القلوي اكتر، اللي هي من 7.35% ل 7.45%، 7.35 ل 7.45. الرينج ضيق قوي، شايفين الرينج ضيق ازاي؟ من 7.35 ل 7.45. طيب هو ليه ضيق كده؟ والبروتينات بتعرف تشتغل كده؟ اه، هي البروتينات ما بتعرفش تشتغل غير في البي اتش دي، عشان كده لازم الجسم يحافظ على البي اتش في هذا الرينج. طيب لو اختلفت عن كده، لا ده انا لو لقيت، انا هوريكم اي بي جي عيان از داينج، بيموت يعني، هتشوفوا ان البي اتش ازاي بتختلف. ولو قلت حاجه بسيطه بنبقى عارفين ان ده انديكيتور ان عيان خلاص از داينج. يعني انا لو سحبت اي بي جي ارتيريال بلود جازز لعيان ولقيت البي اتش 6.8، ده عيان بيموت. طيب لو انا لقيته 8 او 7.9، ده عيان بيموت. فالرينج الضيق ده، اه ده الرينج اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله في جسمنا، اللي ما يعرفش الميتابوليزم يشتغل غير في الجزئية دي. طيب ازاي يا دكتورة انتي بتقولي لي ان هو في اتجاه القلوي، ان هو 7.35 7.35% ل 7.45 7.45% في الاتجاه القلوي، مع ان كل الميتابوليزم كل عملياتنا الحيوية بتطلع احماض. هو ربنا عملنا كده. طب ايه ده قدام ده؟ هو انتوا تعرفوا ايه الميتابوليزم اللي بيطلع اسيد؟ ايه الميتابوليزم اللي في جسمنا بيطلع اسيد؟ لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده في الانيروبيك ميتابوليزم، وده بيحصل في الاستارفيشن والشوك بس، صح كده؟ احنا عندنا مثلا الكربوهيدرات، حد يعرف الكربوهيدرات ميتابوليزم بيطلع ايه في الاخر؟ ايروبيك اسيد. كربونيك اسيد. كربونيك اسيد اللي هو H2CO3، صح، اللي بيتحول في الاخر ل CO2 و H2O، صح كده؟ مظبوط. يبقى اول حمض بيطلعه جسمنا في الكربوهيدرات ميتابوليزم هو الكربونيك اسيد اللي هو H2CO3. ايه الميتابوليزم التاني اللي ممكن يطلع؟ في البروتين ميتابوليزم والفات ميتابوليزم بيطلع فيكسد اسيد، بيطلع فيكسد اسيد. عشان هجيب لكم، نسيت اشير لكم الباوربوينت. في الأول بيقول لك إن إحنا عندنا أنيونات وكاتيونات. الأنيونات دي اللي هي السالبة، إحنا هناخدها كمان شوية. السالب الشحنة السالبة، والكاتيونات الشحنة الموجبة، تمام. والأسيد ده عبارة عن عنده هيدروجين أيون كتير، فممكن يبقى دونر لهيدروجين أيون، لكن البيز أكسبتور بيبقى الهيدروجين أيون قليل، تمام. والبي سي أو 2 هو الكونسنتريشن بتاع السي أو 2، والبايكارب اللي هو HCO3 concentration بتاع البايكارب، تمام. وبيقول لك النورمال بتاع البي اتش بتاعنا 7.35 ل 7.45، تمام. طيب ايه الاسيد لود بتاعنا؟ زي ما انا قلت كده، احنا عندنا جسمنا والميتابوليزم بتاعنا بيطلع اسيدز. اول ميتابوليزم ايه هو؟ هو الكربوهيدرات. بيطلع عندنا ايه؟ بيطلع كربونيك اسيد. طيب البروتين ميتابوليزم والفات ميتابوليزم بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا حاجه اسمها فيكسد اسيد. زي ايه؟ زي السلفوريك اسيد والفوسفوريك اسيد، كل دول فيكسد اسيد. عندنا ميتابوليزم تاني بيطلع اللاكتيك اسيد اللي انتوا قلتوا عليه، ده بيحصل في الشوك والستارفيشن والفاستنج. انيروبيك ميتابوليزم بيطلع لاكتيك اسيد. يبقى دكتوره ازاي انت بتقولي لنا ان جسمنا البي اتش بتاعته متظبطه على الجزء الالكلي وانا بطلع كل الاحماض دي؟ سبحان الله، جسمنا عشان يتعامل مع الاحماض الكتيره دي لازم يعادل ده بحاجه، بثلاث حاجات. اول حاجه فيهم هم البافر سيستم، تمام. اول حاجه فينا هو البافر سيستم، زي ما كتب لك كده، هو الفيرست لاين ديفنس، هو اول دفاع عندنا. أول دفاع عندنا بيشتغل إزاي؟ هو بيشتغل بسرعة جدا، ولكن عيبه إن هو ما بيظبطش قوي، مش كفء.
يعني ايه يا دكتوره مش كف؟ يعني ما بيعادلش البي اتش للنورمال. تمام؟ طيب هو عباره عن ايه البفر سيستم بتاعنا؟ عباره عن اول حاجه البيكارب بيعادل الاسيد الاسيديتي لود، ثاني حاجه الفوسفيت بفر اللي هو NaH2BO4 NaH2BO4 و Na2B4O4. تمام؟ ده الفوسفيت بفر. وعندنا بروتينز بتعادل الحمضيه. ايه هي البروتينز اللي في جسمنا؟ زي البلازما بروتين، الهيموجلوبين نفسه، والانتراسيلولار بروتين. طب يا دكتوره مع انك انت بتقولي ان هو غير كافئ ليه؟ مع ان البروتينز عندنا كتير. انا بقول انتراسيلولار بروتين وانا عايز اكافئ اللي بره اكستراسيلولار، فده عشان كده هو انتراسيلولار فمش عارف يعادل قوي. يبقى البفر سيستم بتاعنا عباره عن ايه؟ بفر سيستم بيشتغل الفيرست ديفنس بتاعنا وبيشتغل بسرعه جدا في يعني في ثواني، ولكن عيبه ان هو ما بيظبطش قوي. اول ما الاحماض بتزيد البفر يشتغل بسرعه على طول ويحاول يقللها شويه. تمام؟ عباره عن ايه؟ حمض ضعيف يساوي قاعده قويه. يعني انا زي مثلا عندي اسيد قوي الاقي البيكارب على طول يابزورب من الرينال تيبيول ويبقى عندي بيكارب از بفر سيستم. فوسفيت بفر، فوسفيت بفر زي ايه؟ ال Na2BO4 وال Na2HBO4. تمام؟ والبروتين زي البلازما بروتين والهيموجلوبين والانتراسيلولار بروتين. ده اول ديفنس عندي. طيب ايه السكند ديفنس عندي؟ هو اللنج. بتشتغل بسرعه ولكن مش قويه، ما بيرجعش البي اتش للطبيعي. طب بتشتغل ازاي؟ اظن انتوا خدتوا الدايابيتك كيتو اسيدوزيس صح؟ طيب اول ما العيان بيبقى عنده اسيدوزيس بيحصل ايه؟ ستيميوليشن لايه؟ ريسبيراتوري سنتر. ريسبيراتوري سنتر يحصل هايبر فنتليشن. مش انتوا خدتوا الكوزمول بريسنج صح كده؟ بيحصل هايبر فنتليشن عشان نعمل ووش للسي او 2 قدر الامكان ونظبط البي اتش صح كده؟ ده كومبنسيشن من جسمنا، ده السكندري ديفنس كلانج عشان تظبط البي اتش. تمام؟ وبتشتغل بسرعه من 3 دقائق ل 12 دقيقه عشان تحاول تظبط البي اتش. طب ايه السنسيتايزنج بتاعتها او الستيميوليشن بتاعها؟ الاسيدوزيس. الاسيدوزيس يعمل ريسبيراتوري سنتر ستيميوليشن فيعمل هايبر فنتليشن عشان نعمل ووش للسي او 2. تمام؟ تالت حاجه واهم حاجه ده السكند ديفنس لاين بعد اللنج هو الكدني، هو المعلم الكبير. بالظبط اسمه المعلم الكبير. بيشتغل من ساعات لايام، هو بطيء ولكن قوي جدا، بيرجع البي اتش للنورمال. حد يعرف ازاي الكدني بتشتغل؟ ازاي تتخلص من الاحماض دي؟ الاحماض اللي انا عماله اكونها بالميتابوليزم بتاعي، ازاي الكليه تتخلص منها بسهوله كده؟ ازاي الكليه بتعمل ايه؟ مش بتنزل اكسكريشن، يبقى تنزل الاحماض صح كده؟ او تعمل ري ابزوربشن للبايكارب اللي هو البفر بتاعنا. تمام؟ يبقى انا عندي وظيفه الكدني يا اما تنزل الاحماض اكسكريت البروتون ده او ري ابزورب البايكارب. طب هتعمل ري ابزوربشن للبايكارب ازاي؟ بالبروكسيمال تيوبيولز تقريبا. طيب هو انا هقول لك ازاي، بس انا هحاول اشرحها لك في ورقه كده. ثواني اعمل بس ستوب برزنتيشن. تمام؟ انا الورقه باينه ولا لا؟ تمام كده. انا عندي ميه زائد سي او 2 يدينا الكربونيك اسيد اللي انا قلت عليه صح كده؟ الموضوع باين يا جماعه؟ باين يا دكتور. تمام. بينقسم
عن طريق الكربونيك انهيدريز انزيم البيكار تمام وهيدروجين ايون صح كده. الكلية عايز تعمل ايه؟ الكلية عايزة تعمل ريابزوربشن للبيكارب ده وتحاول تتخلص من الهيدروجين ايون ده صح؟ تخلص من الهيدروجين ايون ده في الديستال تيبيول. طيب انا عايز اخلص من الهيدروجين ايون ده واعمل ريابزوربشن للبيكارب. والبيكارب ده ينفع لوحده نعمل له ريابزوربشن ولازم يلحم في ملح؟ لازم يلحم في صوديوم عشان يبقى صوديوم بيكارب صح كده؟ عشان اعمل له ريابزوربشن. اعمل له ريابزوربشن ازاي بقى؟ ايه السورس بتاعي للصوديوم؟ اكتر سورس ايه؟ انا قلت الفوسفيت بافر، مش انا قلت الفوسفيت بافر ال NH ال NaHBO4 ده سورس فوسفيت بافر. وعندي سورس تاني الاهم حاجه عندي اللي انا كل شويه اكله اللي هو ملح الطعام NaCl صح؟ تعال نحط ال NaCl بلس HCO3 H2CO3 اللي هو الكربونيك أسيد هيدينا إيه؟ هاخد الـ NaHCO3 هيتبقى عندي إيه؟ هيتبقى عندي إيه؟ خدت من هنا الـ Na، خدت هنا HCO3 هيتبقى من هنا إيه؟ HCl. ينفع الـ HCl يفضل في الكدني؟ لا. انتوا خدتوا في أول درس في الكدني إن الـ pH بتاعت الكدني ما تقلش not decrease than 4. بعد كده الكلية هتتكوي. ده يعني أقوى أسيد في الكون HCl. فإزاي هيفضل موجود؟ تمام؟ هيفضل إزاي موجود؟ حد يعرف؟ ده دور الأمونيا بتاعنا. مش احنا عندنا الامينو اسيد زي الجلوتامين مثلا بيطلع NH3 زائد الHCl ده يروح عامل لنا NH4Cl اللي هو امونيوم كلورايد اللي هو لون ورائحه البول تمام. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا الجزء الفسيولوجي اللي عليك. الموضوع باين يا جماعة؟ واضح؟ أعيده تاني. الموضوع هو فيسيولوجي أكتر حاجة تفهمها، مش هتجيلك في الامتحان طبعاً، بس يعني تفهمها جات إزاي. أنا عندي كربونيك أسيد عايزة أطلع منه بيكارب. الكربونيك أسيد ده بيحصل كربونيك أنهيدريز إنزيم بينقسم لـ H و HCO3. الـ HCO3 ده أنا عايز أخده مع ملح، يبقى هو محتاج صوديوم. يبقى أنا عندي الصوديوم الكبير أكتر حاجة بس ماسكة صوديوم هي صوديوم كلورايد زائد الكربونيك أسيد هتطلع لي NH NaHCO3 اللي هو صوديوم بيكارب زائد الهيدروجين كلورايد. الهيدروجين كلورايد ده حمض قوي جدا. قاعدة الكلية إن إحنا نظبط الـ pH بشرط إن الـ pH بتاعت اليورين لا تقل عن 4-4.5. طيب الـ pH دي هتقل قوي وما ينفعش، هتحرق الكدني. هنعمل إيه؟ ده دور الأمونيا اللي طالعة من الجلوتامين اللي هو NH3 بلس HCl طلع لنا NH4Cl هو الأمونيوم كلورايد اللي هو حمض غير قوي. يبقى أنا حولت من حمض قوي لحمض غير قوي تمام؟ كده الجزء الفسيولوجي خلص. حد محتاج فيه حاجة؟ يبقى أنا جسمي بيطلع أحماض. إيه الأحماض اللي بيطلع؟ إيه الميتابوليزم اللي بيطلع؟ بيطلع أحماض. أول حاجة إيه هو؟ الكربوهيدرات ميتابوليزم بيطلع إيه؟ كربونيك أسيد. طيب والبروتين ميتابوليزم والفات ميتابوليزم بتطلع ايه؟ فيكسد أسيد زي ايه؟ زي السلفوريك أسيد والفوسفوريك أسيد تمام؟ دي ممكن تجيلك في حتة MCQ. طيب الأنيروبيك ميتابوليزم بيطلع في الإكسرسايز والاستارفيشن
بيطلع الانيروبيك ميتابوليزم لاكتيك اسيد. خلاص يبقى انا عرفت الاحماض بتاعتي بتطلع منين. عندي كربوهيدرات ميتابوليزم بيطلع كربونيك اسيد، عندي البروتين والفات ميتابوليزم بيطلع فيكسد اسيد اللي هم السلفوريك اسيد والفوسفوريك اسيد، وعندي الانيروبيك ميتابوليزم اثناء الاستارفيشن والاكسرسايز والشوك بيطلع لاكتيك اسيد. تمام، عشان احاول احافظ على اللاكتيك اسيد ده ايه اللي بيحصل؟ جسمي بيعمل ثلاث حاجات. جسمي بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه فيهم هو البفر سيستم، هو بيشتغل بسرعه جدا ولكن ما بيرجعش البي اتش للنورمال. عندي تاني ديفنس هو اللنج، تمام، والاستيميوليتور بتاعه هو الاسيدوزيس. بيعمل ايه؟ ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر، يعمل يحاول يعمل هايبر فنتيليشن فيعمل ووش للسي او 2 ويعادل البي اتش. طيب تالت حاجه عندي هو المعلم الكبير زي ما انا قلت هي الكدني. الكدني دي بتشتغل ازاي؟ عن طريق ان هي تنزل احماض سكريشن للبروتون او تعمل ري ابزوربشن للبايكارب. ري ابزوربشن للبايكارب بيحصل ازاي؟ بيحصل في الديستال تيبيول عن طريق الكربونيك اسيد بينقسم بالكربونيك انهيدريز انزيم لبايكارب وهيدروجين ايون، تمام، يتحد مع الصوديوم كلورايد يدينا NaHCO3+HCl. ال HCl مع الأمونيا اللي طالعة من الجلوتامين اللي هو NH3 طلع NH4Cl. تمام كده احنا خلصنا خالص الجزء الفسيولوجي، وأظن سهل ما فيهوش حاجة، صح كده ولا لأ؟ سهل يا دكتور. طيب بقى نشوف الجزء المهم اللي عندي. عايزك تكتب، تجيب ورقة وقلم وتكتب اللي احنا هنقوله دلوقتي. معانا ورقة وقلم كلنا. احنا هناخد حاجة اسمها arterial blood gases. اول قاعدة عندي ايه النورمال ليفل بتاعي بتاع ال pH؟ 7.35 ل7.45. وال BCO2 هناخد ال 35 وال 45 دول النورمال ليفل بتاعها. تمام؟ يبقى اول قاعدة عندي عيني على البي اتش والبي سي او 2 بس، ما بصش على البايكارب. اول حاجه عشان تبقى عارف البايكارب نورمال ليفل من 22 ل 26 واكسبتد لحد 28. تمام، بس اول قاعده عندي عيني على البي اتش والبي سي او 2. طيب تاني حاجه الغي من حساباتي خالص البايكارب. تاني قاعده الغي من حساباتي البايكارب هو ذا سيم اتجاه السي او 2. تمام، اعدي تاني عشان النت قطع. اول حاجه عيني على البي اتش والبي سي او 2. تاني حاجه هلغي من حساباتي البايكارب. تالت حاجه مش هتفرق معايا خالص البايكارب. ليه؟ لان البايكارب والبي سي او 2 ان ذا سيم دايركشن. لو عدي السي او 2 بيعلى مع البايكارب، ولو قل السي او 2 بيقل مع البايكارب، فالاثنين ان ذا سيم دايركشن فمش هيفرق معايا. رابع حاجه وهي القاعده، لو البي اتش والبي سي او 2 التوايس ان ذا سيم دايركشن يبقى ده ميتابوليك. خلاص، وبص على البي اتش، لو عالي يبقى الكالوزيس، ولو قليل يبقى اسيدوزيس. بس لو الاثنين ان ذا سيم دايركشن يبقى ميتابوليك. طيب لو ريفرس الدايركشن، فيها حرف الار اهو، ريفرس الدايركشن يبقى ريسبيراتوري، وابص على البي اتش اذا كان اسيدوتيك ولا الكالوتيك. يبقى انا تاني القاعده كده خلصت. اول حاجه بالنسبه لي عينيا على البي اتش والبي سي او 2. تاني حاجه الغي من حساباتي خالص البايكارب. طيب تالت حاجه انا بلغي من حساباتي ليه؟ لان البايكارب والبي سي او 2 ان ذا سيم دايركشن. طب رابع حاجه if twice in the same direction اللي هو ال BCO2 وال pH يبقى هكتب كلمة metabolic. طيب لو reversed هكتب كلمة respiratory. ومين اللي هيقول لي إذا كان ده acidotic ولا alkalotic؟ هي ال pH. طب تعالوا ندي مثال ونشوف. نكتب بقى ال pH بتاعتي 7.39 وال BCO2 40
والبايكار ب23. ممكن تقولوا لي دي ايه؟ البي اتش 7 39 من 100، والبي سي او 2 40. نورمال ستيت يا دكتور المفروض. برافو. طيب تاني واحد، البي اتش 57، البي سي او 2 51، البايكار ب 27. ميتابوليك الكلوزس. برافو. طيب ناخد تالت واحدة، 7 البايكارب 57، البي سي او 2 30. مش مشكلة، مش هديكوا البايكارب المرة دي. ريسبيتوري الكلوزس. برافو. طيب تعالوا نصعب المسألة شوية. عندنا البي اتش 47، البايكارب 50. دي الشواذ بتاعت القاعدة بقى. تنفع تقول لي هي ايه؟ تبقى ريسبيراتوري اسيدوز. لا هي فيها ريسبيراتوري اسيدوز، بس البي اتش نورمال. ينفع اقول البي اتش نورمال واقول دي اسيدوزس؟ لا، هو البي اتش نورمال والبايكارب هو اللي والسي او 2 هو اللي فيه مشكله. يعني ما اعرفش اقول ان دي نورمال اي بي جي، وما ينفعش اقول ان هي اسيدوزس. يبقى انا المساله الرقم 5 في القاعده، لو البي اتش نورمال والبايكارب هو اللي فيه مشكله، يبقى اكتب على طول ميكسد ميتابوليك نقط ريسبيراتوري نقط، وابص على البي سي او 2 هي اللي هتملى فراغات الريسبيراتوري. ازاي؟ انا البي سي او 2 عندي 50، يبقى دي اسيدوزس ريسبيراتوري اسيدوز ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. اسيدوزس، يبقى خلاص هكتب ريسبيراتوري اسيدوزس. طب والميتابوليك يبقى عكسه الكالوزس. يبقى انا القاعده الخامسه، لو انا لقيت البي اتش نورمال والبي سي او 2 هو اللي فيه مشكله، هكتب على طول ميكسد ميتابوليك نقط ريسبيراتوري نقط. لقيت السي او 2 قليل، اروح كاتبه ريسبيراتوري الكالوزس، بيبقى ميتابوليك اسيدوزس. طيب لقيت العكس، السي او 2 عالي زي اللي عندنا، يبقى دي respiratory acidosis metabolic alkalosis. ندي مسألة عليها، ال pH بتاعتنا 7 35، ال BCO2 25. والبيكارب 15. ممكن تبقى mixed respiratory alkalosis metabolic acidosis. برافو. هي مش ممكن، هي كده. طيب القاعده من الاول، يبقى اول حاجه عنايا على البي اتش والبي سي او 2. تاني حاجه انا ليه بلغي من حسابات البايكارب؟ عشان مش هيفرق معايا الاثنين في اتجاه واحد. 4 لو القاعده، لو الاثنين ان ذا سيم دايركشن، يبقى ده ميتابوليك، وابص على البي اتش هي اللي هتقول لي الكلوزس ولا اسيدوزس. واف ريفرس دايركشن هكتب ريسبيراتوري، والبي اتش هتقول لي الكلوزس ولا اسيدوزس. طيب نصعب المسألة شوية، رقم 5، لو البي اتش نورمال والبيكارب والسي او 2 هو اللي فيه مشكلة، هكتب على طول ميكسد ميتابوليك نقط ريسبيراتوري نقط، والسي او 2 هو اللي هيملى فراغات الاسيدوزس الريسبيراتوري. تمام؟ هنا بيشرح الكلام اللي احنا قلناه. تمام؟ والكومبنسيشن ده هو الميكسد. دكتور ايه معنى ايه ذا سيم دايركشن؟ يعني هما الاثنين طالعين في اتجاه واحد وما الاثنين عاليين؟ هما الاثنين عاليين. هما الاثنين عاليين. خلاص؟ طيب هو المفروض الريفرس دايركشن يعني واحد السي او 2 مثلا هو اللي قليل، والبيكارب والبي اتش طالع في الاتجاه القلوي، يبقى الاثنين ان ريفرس دايركشن، ده عالي وده قليل. الريفرس ده عالي وده قليل، او ده قليل وده عالي. تمام؟ اديك عليها مثال تاني؟ يا ريت يا دكتور. طيب اكتب معايا البي اتش 27 والبيكار
سوري والبي سي او 2 50. ده تبقى ريسبيراتوري اسيدوز. طيب طيب هديك مثال تاني، البايكار البي اتش 7 53 والبي سي او 2 47. ميتابوليك الكلوزس. ميتابوليك الكلوزس، برافو عليك. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى بقى، يعني ايه بي اتش؟ حد فكر ليه سموها بي اتش؟ ده سؤال مش عليك برضو، بس حد عارف يعني ايه اختصار بي اتش اصلا؟ فكر كده، ايه اتش ده؟ البي اتش، اتش ده هو الهيدروجين ايون، البي بقى، بص هما جم يجيبوا قيمة الهيدروجين ايون لقوه يعني 0.4 × 10⁴ ملي ايكوفالنت بالليتر، وعشان اجيبها بالنانو ايكوفالنت 40 نانو ايكوفالنت بالليتر، يعني قيمة كبيرة جدا، هكتب اصفار كتيرة جدا، يعني قيمة مهملة إلى حد ما، مع إن هو قيمته بالنسبة لي مهمة جدا، ده هو اللي بيحدد الأسيدتي والألكاليتي، فهو إزاي كده؟ فحاولوا يعملوا اللوغاريتم السلبي للهيدروجين، فالبي اتش هو اللوغاريتم السلبي للهيدروجين. طب هما ليه ما سموهوش لوغاريتم هيدروجين؟ لا هما سموه بي اتش يعني الباور اوف هيدروجين أو البوتنشيال اوف هيدروجين، لكن فيما معناه هو اللوغاريتم السلبي للهيدروجين ايون. تمام؟ عشان لو حد سألك عليها في سؤال شفوي ولا حاجة، ده اللوغاريتم السلبي للهيدروجين ايون. تمام؟ بي اتش يعني باور اوف هيدروجين او بوتنشال اوف هيدروجين. كان جه عالم ألماني كده في سنة 1910 هو اللي عمل الحكاية دي. طيب تعال ناخد أول جزئية من الدروس اللي هي الميتابوليك أسيدوزس. الميتابوليك اسيدوزيس تفكروا كده ايه السبب بتاعنا؟ يا اما عندي هيدروجين ايون كتير، يا يعني عندي بايكارب قليل، صح؟ انا عماله اجين في هيدروجين ايون، وينفع انا دكتور في سنه 5 طب واقول هيدروجين ايون كتير وبايكارب ولص للبايكارب؟ ما ينفعش، وما سموه تسميه ثانيه، سموها تسميه ثانيه، جين اوف هيدروجين ايون اسمها هاي انايون جاب، وأفقد بايكارب نورمال أناين جاب. طب يا دكتورة هو أنت بتقولي لي المسميات من غير ما تعرفيني إيه هي الأناين جاب؟ لا أنا هعرفك الأناين جاب عبارة عن إيه. الأناين جاب دي عبارة عن فرق الكاتيونات ناقص الأنيونات. إحنا في جسمنا كاتيونات اللي هي الشحنة الموجبة، وأنيونات اللي هي الشحنة السالبة. طيب في حاجات مهملة إحنا مش عارفين قيمتها لحد دلوقتي، زي ايه؟ المفروض في جسمنا كاتيونات قد الانيونات، تمام؟ كاتيونات زي ايه؟ استنى انا هجيب لكم بس موضوع الانايون جاب ده. عندنا كاتيونات زي ايه؟ كاتيونات زي الصوديوم، زي المغنيسيوم، زي البوتاسيوم، وزي الكالسيوم كمان. طب يا دكتوره هو نعرف قيمتهم كلهم؟ الصوديوم مثلا، خلينا مركزين معايا في الارقام، الصوديوم مثلا النورمال ليفل بتاعنا في جسمنا من 135 ل 145. البوتاسيوم بتاعنا من 3.5 ل 5. المغنيسيوم من 1.8 من 10 ل 2.3 من 10. الكالسيوم يعني الايونايزد كالسيوم من 1.15 من 100 ل 1.5. تعالوا شوفوا مين المعلم الكبير بقى اللي انا قلته اكتر رقم فيهم. انا بقول لك الصوديوم من 135 ل 145 ده النورمال ليفل، البوتاسيوم 3.5 ل 5، المغنيسيوم 2.5 المغنيسيوم من 1.8 من 10 ل 2.5، الكالسيوم من 1.15 من 100 ل 1.5 ده النورمال، ده الايونايزد يعني. يبقى انا ايه النورم اكتر قيمه عندي ايه هي اللي انا قلته؟ الصوديوم. الصوديوم اللي هو 135 ل 145 ده اكتر حاجه، انا قلت ميات، التاني بقى 3 1 حاجات قليله، فده جابوه اكتر واحد هو الصوديوم. طيب ده الكاتيونات ناقص الانيونات، اللي هو الانيونات زي ايه؟
زي الكلورايد والبيكارب تمام، والأورجانيك أسيد والفوسفوريك أسيد والسلفوريك أسيد، اسمها أوبس، أورجانيك أسيد وفوسفوريك أسيد وسلفوريك أسيد سموها أوبس، مش متقاسة، دي مش متقاسة، احنا نعرفش قياسها قد إيه. البروتينز واللي هو الأورجانيك أسيد والبروتينز والفوسفوريك أسيد والسلفوريك أسيد، دول الأنين جاب عشان أجيب الأنميجرد أنين اللي أنا مش عارفة اسمه، عشان كده سموها أنين جاب، أنميجرد أنين، أنيونات مش متقاسة في جسم مش عارفة قيمتها. لما جم نقصوا الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص الكلورايد والبيكار، المفروض ادونا النورمال القيمة مش متقاسة دي 8 ل 12 ملي مول بالليتر، يبقى النورمال رينج بتاعي من كام لكام؟ من 8 ل 12. الانيونات عرفنا جت ازاي يا دكاترة؟ عرفنا جت ازاي؟ سهله. ادخل في اللي بعده بقى. ايوه تمام اتفضل. طيب الهيدروجين ايون كتير يبقى هاي انايون جاب، زي ايه؟ زي الدايبيتك كيتو اسيدوز اللي انتوا خدتوها في الدايبيتس، او اللاكتيك اسيدوزس في العيان الستارفيشن والشوك، ده الهيدروجين ايون كتير هاي انايون جاب، يبقى دايبيتك كيتو اسيدوزس، لاكتيك اسيدوزس، رينال فيلير، اسبرين توكسيستي. طب النورمال انايون جاب زي ايه؟ زي عيان عنده ميتابوليك اسيدوزس نتيجه دياريه فقط بايكارب كتير، او رينال تيوبولار اسيدوزس، اي نوع انت خدته، رينال تيوبولار اسيدوزس، يبقى دي الاسباب بتاعه الميتابوليك اسيدوزس، قسمناه لجين اوف هيدروجين ايون وفقد بايكارب. فقدان البايكارب ده نورمال انايون جاب زي الرينال تيوبولار اسيدوزس والدياريا، هاي انايون جاب زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزس واللاكتيك اسيدوزس والرينال فيلير والاسبرين توكسيستي. طيب انا جيت عايز اعرف السيمتومز او الكلينيكال بيكتشر بتاعه الميتابوليك اسيدوزس، اول حاجه الاسيدوزس ده بيعمل ايه في السي ان اس؟ بيعمل انهيبيشن للسينابتيك ترانسميشن، تخلي السينابتيك ترانسميشن واقفه، فتخلي البني ادم ده كانه بتكلمه وما بيردش عليك، دراوزي كونفيوزد اب تو كوما. طب الاسيدوز بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر؟ بيعمل له ستيميوليشن، في العيان بيبقى اس كومبنسيشن بيعمل هايبر فنتليشن اير هانجر، اسمه كوزمول بريسنج. تمام، يبقى انا عندي الاسيدوز بيعمل حاجتين في السي ان اس، inhibition للسينابتيك ترانسميشن فالعيان بيبقى دراوزي وكونفيوزد واب تو كوما، stimulation respiratory center فالعيان بيبقى عنده air hunger hyperventilation اسمه كوزمول بريسنج. تمام، respiratory center بيعمل low cardiac output و cardiac depression و decrease the contractility بتاعة الهارت. تمام، فيقلل blood flow للرينال ويقلل البلوت فلو للهيباتيك as decrease cardiac output يعني، ونتيجة decrease cardiac output للهارت نفسه ممكن يعمل myocardial depression وcoronary heart disease، ممكن تعمل arrhythmia. تمام، يبقى ده السيمتومز أو symptomatology بتاع الميتابوليك acidosis. بسهولة الacidosis بيعمل stimulation للrespiratory center فتعمل hyperventilation as compensation، وinhibition للsynaptic transmission فتخلي العيان كأنه بكلمه وبيردش عليا خالص، ده نتيجة وقفان أو inhibition للsynaptic transmission فالعيان بيبقى drowsy confused و up to coma. تمام، وكمان بيعمل inhibition أو depression للmyocardium والmyocardial contractility فتقلل cardiac output، فتقلل الهباتيك ورينا البلوت فلو، وتخلي كمان في ديكريز الكورونريز بلوت سبلاي فتخلي كورونري ارت ديزيز وتخلي في اريزمي. تمام، وفي ناس كتير قلنا الطوارئ
وعندهم ميتابوليك اسيدوزيس، واحنا كمجرد ان احنا كنا عايزين نعالجهم بسرعه او نديهم تريتمنت ما بيلحقوش. العيان بيجي له مايكارديال ديبريشن، مايكارديال انفاركشن وبيضاي اس فجاه. يعني بامانه احنا شفناها كتير جدا يعني. طيب انا عايزه اعالج العيان ده اديله ايه؟ اديله بايكارب. بس بديل الناس كلها؟ لا، هو كونتروفيرسال بايكارب، مش كل الناس بتاخد بايكارب. في اي في وفي اورال. الاي في ده في معادله كده مش عليك، بس اللي عايزك تعرف ان الاي في بديه امتى؟ لو البي اتش اقل من 7 او البايكارب اقل من 10 ده بدي لودنج ومينتنس. ده اللي عليك ان انت تعرفه، بدي لودنج دوز ومينتنس دوز اي في، وبعد كده بمشي العيان على اورال. الاورال ده بمشي العيان كرونيك كيدني ديزيز بقاله فتره ستيج 4 او 5، بمشي عليه لان هو اوريدي عنده رينال فيلير، فعنده ميتابوليك اسيدوزيس، فبدي له بايكارب. الكبسوله عندي من 500 ل 1000، وكان زمان فيه ولحد دلوقتي موجود الفوار فروت بتاع زمان اللي كانوا بيدوه باقي بواقي بتاعه الصيدليه، فاكرينه فوار فروت بتاع الفواكه ده؟ عامه في صوديوم بايكارب من 1.5 ل 2.5 جرام تقريبا، بس انا عندي النورم انا بدي قد ايه في اليوم؟ ممكن 1.5 جرام ل 4.5 جرام. يبقى انا عندي عايزه اعالج العيان ده، اول حاجه اعالج السبب لو دايبيتك كيتو اسيدوزيس او رينال فيلير. رينال فيلير بعمله دياليسيس، دايبيتك كيتو اسيدوزيس بحطه على انسولين انفيوجن، على حسب السبب بعالجه. اول حاجه تريتمنت الكوز. تاني حاجه بدي بايكارب ولا لا؟ ممكن ادي بايكارب بس عندي شروط. اول حاجه الاي في بدي لو العيان البي اتش اقل من 7 او البايكارب 10. تمام، ده كده خلص الميتابوليك اسيدوزيس. اللي مع حد محتاج فيه حاجه؟ يبقى احنا عرفنا الميتابوليك اسيدوز ايه سببه. انتوا نمتوا مني يا دكاتره؟ طيب الميتابوليك اسيدوز ايه سببه؟ بايكارب او جين اوف هيدروجين او لوس اوف بايكارب. جين اوف هيدروجين ايون ده زي ايه؟ اللي هو هاي انايون جاب. هاي انايون جاب واللوس اوف بايكارب اللي هي النورمال انايون جاب او لو انايون. زي الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس واللاكتيك اسيدوزيس والرينال فيلير والاسبرين توكسيستي، ده الهاي انايون جاب. النورمال انايون جاب رينال تيوبلر اسيدوزيس والدياريا. تمام، وكابيكتشر انتوا المفروض قلناها. طب التريتمنت بقى، اول حاجه تريتمنت ايه؟ لو الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس بحطها على انسولين انفيوجن. تريتمنت للكوز اي كان الكوز ايه؟ طيب تاني حاجة دياليسيس. ماشي، دياليسيس في رينال فيليور. أدي صوديوم بايكارب ولا لأ؟ ندي صوديوم بايكارب لو إن السبب مش يعني مش اللوس في الصوديوم بايكارب. لو البايكارب أقل من 7 أو البي اتش أقل من 10. بي اتش أقل من 7 بي اتش طيب. 7 والبايكارب 1000. تمام. طيب حد عارف الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميتابوليك اسيدوزيس؟ الاسيدوزيس بيعمل ايه؟ ستيمولشن لايه؟ هيبقى في ديفيوز يا دكتور اب تو كوما، هيبقى في ديب ريسبيراتوري بريس، ما هيبقى في مايلايتس بقى ومايوكاردايتس، هيبقى في هيباتيك ورينا البلاد فلو هيقل والكارديك اوتبوت برضه هيقل، هيدي كلها. طيب فاهمينها ولا البوينت دي مش فاهمينها؟ لا فاهمينها. لا مفهوم.
طيب اي حاجه بس مش فاهمينها قولوا لي، عشان انا مش فيس تو فيس، انا مش عارفه يعني اشوف الامبريشن بتاعكم فاهمين ولا لا. تمام، ندخل بقى على الريسبيراتوري اسيدوز. المفروض انتوا خدتوا شيست ولا لا؟ خدنا تشيست. طيب هو تقريبا ده يعني لو لقيتوه في الكتاب هتلاقوا انظر الشيست، بس خلينا بس ايه نفتكره، ايه هو الريسبيراتوري اسيدوزس وايه اسبابه؟ اسبابه بين قوسين كده هنكتب جنب الريسبيراتوري اسيدوزس هايبو فنتليشن، حصل هايبو فنتليشن ايا كان السبب سنترال او لونج او شيست وول. يبقى انا بين قوسين هايبو فنتليشن طالع منه ثلاث افرع، يا اما سنترال يا اما لونج يا اما شيست وول. سنترال زي مثلا اي سيديشن، مورفين، اناسيزيا، حصل اي سيديشن كسنترال فيعمل هايبو فنتليشن فيحصل ريسبيراتوري اسيدوزس. يعني عيان خد مورفين اوفر دوز، عيان خد اي سيديشن او اناسيزيا، جنرال اناسيزيا. تمام، عشان كده جنرال اناسيزيا العيان بحطه على ميكانيكال فنتليشن على طول، اندوتراكيال تيوب واحطه على فنتليشن، عشان السيديشن بيخلي فيه هايبو فنتليشن والعيان يتحط على بيبقى عنده ريسبيراتوري اسيدوزس. باول حاجه عندي هايبو فنتليشن سنترال، يا اما مورفين او جنرال اناسيزيا. في اللونج نفسها فيها مشكله زي مثلا حاجه اكيوت او حاجه كرونيك. كرونيك زي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، الانفيزيما والنيمونيا اي سي او بي دي يعني. تمام، او كرونيك برونكايتس يعني، او حاجه اكيوت زي الصوت مش واضح، مش واضح كده، كده واضح ولا لا؟ إذا كترة واضح؟ واضح يا دكتور، واضح. طيب يبقى أنا عندي هايبو فنتليشن يا إما سنترال يا إما اللونج فيها مشكلة، يا إما حاجة كرونيك يا إما حاجة أكيوت. أكيوت زي النيموثوركس البلمونري إديما أو نيمونيا، سيفير نيمونيا، أو حصل برونكوس بازم أو لارينجوس بازم، أو حاجة كرونيك زي أي عيان سي أو بي دي، كرونيك أوبستراكتيف بلمونري ديزيز. خلاص، زي الانفيزيما والنيمونيا، برولونج نيمونيا والالفولار هايبو فنتليشن. تمام، او حاجه في الشيست وول. شيست وول اذا كان عيان نفسه اوبيزيتي زي البيجويكيان سندروم، او عيان عندي النيرف نفسه ريسبيراتوري نيرف فيه مشكله زي عيان الجليان باري سندروم. تمام، او المصل فيها مشكله المايوباسي. مش احنا خدنا الدوشين مايوباسي؟ انا ما اعرفش انتم قالوا لكم عليها ولا لا. الدوشين مايوباسي كان بيجي في البلفيك جيردل وبعد كده بيزحف على الشولدر، لما بيزحف على الشولدر بياخد معاه الريسبيراتوري ماسل فبيبقى فيه مايوباسي، بيحصل في الدوشين مايوباسي. ما يحصلش فين بقى يا جماعه؟ عندنا الدوشين والايه والبيكر، فاكرين البيكر؟ الدوشين يحصل فيه ريسبيراتوري فيلير ويحصل فيه كارديوميوباسي، لكن التاني ما يحصلش فيه، الدوشين والبيكر. تمام، يبقى دي لما الدنيا كلها يبقى انا عندي ريسبيراتوري اسيدوزس بيبقى هايبو فنتليشن نتيجه السنترال او لونج او شيست وول. السنترال زي المورفين او السيديشن اوفر دوز او الجنرال انستيزيا، او اللونج نفسها فيها مشكله اكيوت او كرونيك. اكيوت زي اللارينجوز مازم او برونكوس باز، او حصل مثلا انفيزي سوري نمونيا، سيفير نمونيا، او بالمونري اديما. طب نيجي على الكرونيك، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز والانفيزيما والبرولونج نمونيا والكرونيك الفولار هايبو فنتليشن. تمام، او حاجة في الشيست وول، عيان أوبيز زي البجويكان سندروم، عيان فيه المصل فيها مشكلة زي المايوباسي في الدوشين مايوباسي، أو النيرف نفسه فيه مشكلة زي الجليان باري سندروم. طب إيه السيمتوماتولوجي بتاعت الهايبر الريسبيراتوري أسيدوزس؟ المفروض إحنا مش كاتبينها هنا عشان مكتوبة في الشيست. الهايبر السيمتومز بتاعت الهايبر كابنيا، فاكرين اللي هو العيان البليسوريك فيس؟ عشان نحفظ هايبر كابنيا فيها سي،
تعمل في السي ان اس، فيها سي برضو سينابتك ستيميوليشن، فالعيان سمباثيك ستيميوليشن، فيبقى العيان دايليتد بيوبل وريد اي، وكونجستد نيك فين فيها سي برضو كونجستد نيك فين نتيجه الهايبر دايناميك سيركيوليشن. يبقى الكلينيكال بيكتشر هايبركابنيا سي ان اس تعمل ستيميوليشن للسمباثيك، فيبقى العيان دايليتد بيوبل وريد اي كونجستد نيك فين نتيجه الهايبر دايناميك سيركيوليشن. طب العلاج بتاعه تريتمنت اوف ذا كوز، ونحط العيان لو البي اتش بتاعته اقل من 27 او السي او 2 اكتر من 60 نحطه على ميكانيكال فنتليشن. خلاص تريتمنت تريتمنت للكوز. طيب تعالوا بقى ميتابوليك الكالوزيس. الميتابوليك الكالوزيس بيبقى عنده مشكله ايه عكس الميتابوليك اسيدوزيس، يا اما نقص الهيدروجين او زياده في البيكار. نقص الهيدروجين اكتر مكان فيه هيدروجين عندنا فين؟ والاستومك اللي فيه HCl ده اكتر مكان فيه هيدروجين ايون. طيب الهيدروجين انا بفقده، يبقى بفقد من الاستومك، يبقى اما انا عملت جاستروستومي او ان انا في جاستريك لوسز زي الفوميتنج او ركبت له نيزو جاستريك تيوب، او العيان عنده ميلك الكلي سندروم عمال بياخد فورات ولبن فورات ولبن، او العيان عنده دايريا او بياخد دايوريتك كتير، او في نقص في البوتاسيوم زي الهايبر الكالسترونيزم ده بيخلي فيه ميتابوليك الكالوزيس. الهايبوكاليميا بيبقى معاها ميتابوليك الكالوزيس، او دراج زي الليكورايس اللي هو العرقسوس والبارت والليتل والجيتل مان سندروم، دول اعرفهم كاسماء. ده بيبقى فيه الكترولايت ديستربنس في الكيدني ميتابول يعني ري ابزوربشن، فبيبقى فيه لو بوتاسيوم وميتابوليك الكالوزيس. بيحتاج عشان تشخيصها يعني اميونولوجيكال سكريننج كتير، وممكن لينا البايبس الجيتل مان والليدل والبارت الباريتور والملكة الكري سندروم، العيان اللي عمال ياخد فورات ولبن كتير فبيبقى عنده زيادة في البيكارب، البلوت ترانسفيوجن فريكوينت بلوت ترانسفيوجن فبيبقى فيه ستريت فبيبقى عنده زيادة في البيكارب، عيان الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بيبقى عنده زيادة في السي او 2 فبيبقى فيه كومبنساتوري ري ابزوربشن اوف بايكارب ان البايكارب من الكيدني فبيبقى عنده زيادة في البايكارب فبيبقى عنده ميتابوليك الكالوزيس كمان. تمام. معلش يا جماعه الخط قطع. احنا وقفنا عند الكلينيكال بيكتشر اوف ميتابوليك الكالوزيس. الكلينيكال بيكتشر بتاعه الميتابوليك الكالوزيس بتبقى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، او حصل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، والعيان الميتابوليك الكالوزيس بيبقى عنده هايبوكاليميا، وزي ما احنا قلنا الميتابوليك اسيدوزيس بيبقى فيه انهيبيشن للسينابتيك ترانسميشن، لا هنا بيبقى فيه ستيميوليشن في السينابتيك ترانسميشن، فنلاقي العيان
بيحاول يتحرك جامد عشان يطلع احماض، عشان يشغل مش احنا عارفين الميتابوليزم بتاعنا بيطلع احماض عشان يعادل الالكالوزس اللي موجود، فالعيان يتشنج اكتر ان هو يجيله تيتاني عشان يطلع احماض. طب احنا عارفين ليه بيجيله تيتاني غير السيناتيك ترانسميشن انهيبيشن؟ حاجة ليها علاقة بالكالسيوم. حد يفكر كده؟ معلش سؤال تاني يا دكتور، ليه العيان الميتابوليك الكالوزس عنده تيتاني؟ ممكن نحسب قريب من الحاجة اللي انتوا خدتوها. مش انتوا خدتوا العيان الكرونيك رينال فيليور ما بيجيلوش تيتاني ليه؟ عشان عنده ايه؟ عشان عنده ايونايزد اسيدوزس، عشان الكالسيوم بتاعه مور ايونايزد، عشان الاسيدوزس اللي عنده عينه هايبر كالسيوم. تعالوا بقى هنا نشوف الالكالوزس بيحول الايونايزد كالسيوم لايه؟ لنون ايونايزد كالسيوم، صح؟ والنون ايونايزد كالسيوم يمسك في البروتين، فخلاص فانا ما عنديش كالسيوم كافي فيحصل التيتاني، صح كده؟ تمام. يبقى انا عندي الميتابوليك اسيدوزس نتيجه انهيبيشن ستيميوليشن للسيناتيك ترانسميشن يحاول يتحرك كتير اب تو تيتاني. كمان ليه تيتاني؟ تيتاني عشان الالكالوزس ده بيحول الكالسيوم من ايونايزد لنون ايونايزد كالسيوم. خلاص كده خلص الكلينيكال بيكتشر بتاع الميتابوليك الكالوزس. طب تعالوا بقى عايزين نعمل علاج نعالجه العيان. زي ما انا قلت يا اما اخد دايوريتك يبقى خلاص نشيل الدايوريتك منه، يا اما مركب نيزو جاستريك تيوب يبقى نشيل، يا اما عنده فوميتنج فنحاول نعالج الفوميتنج. العيان عنده ميلك الكالي سندروم، نبطل الميلك الكالي سندروم الانتاج بتاعه، تمام. وندي له اي في فلويد، اي في فلويد زي الصوديوم كلورايد، والاسيديفيكيشن ايجنت زي الاتش سي ال والارجينين اتش سي ال ده ما عادش موجود قوي، والدياليسيز ويز لو بايكارب. المفروض انت ان شاء الله لما يعني تشوف الدياليسيز هتلاقي الدياليسيز ده احنا بنغسل بجراكن فيها هاي بايكارب. ليه هاي بايكارب؟ لان العيان الرينال فيلير بيبقى عنده لو بايكارب، بيبقى عنده ميتابوليك الاسيدوزس، فانا بحطه على دايلازيت، الدايلازيت ده بيبقى هاي بايكارب. لكن الناس دول اللي عندهم ميتابوليك الكالوزس بعمل لهم ده في السيفير ايجنت، بعمل له دياليسيس بلو باي كارب. والسائل ده مش موجود في مصر عشان اقول لكم، يعني هو الهاي باي كارب هو اللي عندنا بس، عشان احنا ما بنشوفش عيانين ريزيستنت ميتابوليك الكالوزس. واحنا مجرد ان احنا بنعالج العيان بنعالج الكوز الدنيا بتتحسن. يعني يبقى انا عندي الميتابوليك الكالوزس السبب بتاعه يا اما نقص الهيدروجين يا اما زياده في الباي كارب، والكلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، وهايبوكاليميا وريسبيراتوري سنترال ديبريشن والتيتاني. وعرفنا ايه سبب التيتاني، العلاج بتاعه ايه؟ العلاج بتاعه ان انا اشيل الايجنت بتاعه تريتمنت الكوز، وادي اي في فلويد واسيديفيكيشن ايجنت اللي هو زي الاتش سي ال او الارجينين اتش سي ال، او ان انا اعمل له دياليسيس بلو بايكارب باس. طيب حد شايف حد عنده ريسبيراتوري الكالوزس؟ ده اخر حاجه بعد كده ثانك يو. ما عمرك ما شفت حد بيعيط جامد 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 حتى خارج من الامتحان؟ يعني عمرك ما شفته في ميل في طب؟ بيقطع الصوت، بيقطع دكتور. عمركم شفتوا عيان ريسبيراتوري الكالوزس؟ ها مش كناش قبل كده صح. طيب هو بنشوفها اكتر في الفيميل وهم عندهم امتحانات لما بيعيطوا جامد جامد، يعني ده بيجي لهم ريسبيراتوري الكالوزس في الانكزايتس، تمام. ده انكزايتس. طب تعالى نقسمها بقى سي ان اس، بيبقى فيها مشكله سي ان اس، بيعمل سي ان اس ديبريشن زي تيومر، برين تيومر، او عيان سيريبرو فاسكولار اكسيدنت، او سي ان اس انفكشن بيعمل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر، تمام. او هرمون ودراج زي الساليسيليت. واحنا قلنا الاسبرين بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين كده، بيعمل ميتابوليك ايه؟ اسيدوزس وريسبيراتوري الكالوزس، مش احنا قلنا في الميتابوليك اسيدوزس.
في الهاي اناين جاب قلنا الاسبرين توكسيستي بالاسبرين ساليسيليت بيعمل حاجتين، بيعمل ريسبيراتوري الكالوزس ويعمل ميتابوليك اسيدوزس. يبقى ايه اسباب الريسبيراتوري الكالوزس؟ الانزايتي يا اما سي ان اس كوز، يا اما سيريبروفاسكولار اكسنت او تيومر او انفكشن، او دراجز زي الساليسيليت. تمام. والبريجننت، البريجننت بيبقى ساعات بيبقى عندها ريسبيراتوري الكالوزس بس مش كتير، واي حاجه في الابدومين ليفر انسفيشنسي بيخلي الريسبيراتوري مينلي، مش احنا المفروض الفيميل ابدومينو ريسبيراتوري ابدومينال، هنا العكس بتخلي ابدومينال، فبتبقى بيخلي الحجاب الحاجز ما يخليش اللونج تعمل الريسبيراتوري الكافئ بتاعها، فزي الريفر انسفيشنسي بنتيجه الاسايتس والبريجننسي. تمام. دي اسباب الريسبيراتوري الكالوزس ومش مهمه قوي بس يعني لازم تعرف ايه العلاج بتاعها. علاج تريتمنت اوف ذا كوز ويخليه يتنفس في كيس. ليه بيتنفس في كيس؟ عشان يتنفس ثاني اكسيد الكربون اللي عنده اللي هو طلعه. تمام. احنا كده خلصنا. هدي بس امثله عن البي اتش، عن الاسيدوزس، سوري الاي بي جي. حد محتاج حاجه يا جماعه من هنا؟ حد محتاج حاجه من البرزنتيشن؟ طيب تعالوا بقى نشوف امثله الاي بي جي. بصوا انا جايبه لكم اي بي جي من عيان عندي بس كان يوم 17/5 خلاص، بس انا هشوف لكم اول واحده فين. دي يوم 17/18 دي اخر واحدة. بصوا العيان ده هو مات في الاخر. ماشي. بص كده دي عيانة مش عيان. البي اتش بتاعنا كام؟ 17. 17 والبي سي او 75 عالي. ماشي استنى، والباي كارب؟ تمام. باي كارب 23. ماشي. او 18 و3. تمام. ده المعدل الماينس. ده المعدل 18 و3. تعالى بقى شوف. تمام. تعالى احسبها لي، شوف لي دي ايه. هو البي اتش مدي اسيدوزس والبي سي 2 عالي. احنا لا احنا قلنا ان دي جاي وده عالي، يعني ان ريفرس دايركشن. يبقى ايه؟ ريسبيراتوري ريفرس اسيدوزيس. يبقى ريسبيراتوري اسيدوزيس. برافو عليك. تمام كده. طب شفتوا بقى البي اتش 7.1 ازاي؟ العين دي از داين، كان بتضاي يعني في البوينت اللي احنا قلناها الاول لما قلنا البايكارب البي اتش بتاعنا 7.35 والبي اللي 7.45 والميتابوليزم بتاعنا جاي كده لما بنلاقيه اقل من 6.8 او 8، يعني قرب الارقام دي بيبقى العيان عارفين ان هو يعني انديكيتور ان هو هيضاي. طب تعالوا على اللي بعدها البي اتش، والعيان خد بالك على فنتيليشن. البي اتش 7.11 على بي سي او 2 نفس 65. هي نفس البيتيشن، نفس الريسبيراتوري. تعالوا الناحية التانية، الريسبيراتوري برضه أسيدوزيس. شفت بقى البي اتش بقى كام؟ العيان دايت في اليوم ده. ماشي. تعالوا بقى شوف الاي بي جي ده، ده كان قريب، ده من على الكمبيوتر مش من ورقة الاي بي جي. دي ورقة اي بي جي عادية المفروض بتطلع من الجهاز او متحطط على الكمبيوتر بتبقى كده. شوف لي بقى الفورم بتاعها. عندي البي اتش بتاعتي 7.44، البايكارب بتاعي 28، البي سي او 2 42.7. يبقى ده ايه؟ ميكسد ريسبيراتوري اسيدوسيس. فكر فكر.
هو البي سي او 2 ده مش نورمال؟ ما نورمال تبقى 100، يبقى نورمال اي بي جي صح كده؟ صح. هو دكتور مش باين خالص على فكرة دكتور، ممكن تبقى على الصورة اهو، انا اهو معلش هصغرها لك شوية عشان تبين. دكتور باينة صح؟ البي اتش 47 باي كور 28.5 والبي سي او 40 نورمال. تمام انا كده خلصت الاي بي جي اللي عندي. تمام، محتاجين اي سؤال يا جماعه؟ عايزين نعيد اي حاجه قولوا لي عشان قبل ما نخلص. محتاجين اي حاجه؟ الناس اللي داخله متاخر عايزين في حاجه فاتتهم فعايزين نعيدها؟ مفيش. طب أسأل أنا الأناين جاب دي عبارة عن إيه؟ الأناين جاب دي يا دكتور عبارة عن الصوديوم ومعاها باقي الأناينز ناقص باقي الكاتيونز ناقص الأنيونز. الأناين اللي هما اللي هما الكلورايد والبيكارب صح كده؟ نورمال من كام لكام؟ من 8 ل 8 ل 12. نورمال من 8 ل 12، اعلى من كده تبقى ده هاي اناين جاب، اقل من كده يبقى لو اناين جاب. لما 8 ل 12 يبقى نورمال اناين جاب. خلاص. طب هو البي اتش ده اصلا معناه ايه؟ البي اتش ده تركيز ال اتش اللوغاريتم السلبي للهيدروجين ايون. تمام، نيجاتيف لوغاريتم اوف هيدروجين. تمام كده. طيب في حاجه او اي حاجه؟ مفيش حاجه باللغونا لسه عندنا وقت. تمام، انتوا قروا الدرس ولو في حاجه بلغوني في الشات، لو محتاجين اعيد لكم حاجه او اعمل او اوضح لكم اي حاجه بلغوني. تمام تمام يا دكتور حاضر، يا رب اكون فدتكم وبالتوفيق ان شاء الله واشوفكم على خير دايما. شكرا جدا. السلام عليكم.